تتناول العناصر الغذائية المتكاملة، البروتينات، لا تكثر من السكريات والحلويات، ولأن السكريات بتزود الإحساس بالعطش، فلا يستحب للسيدة الحامل إذا كانت صائمة أنها تكثر من هذه العناصر الغذائية. البروتين عنصر مهم جدا للسيدة الحامل أن تتناوله، ومن أهم الإرشادات اللي احنا بننصح بيها السيدة الحامل هو تجنب الجفاف، وذلك بشرب كميات كافية من الماء ما يعادل 2.5 ل 3 لتر ما بين خلال فترة الإفطار لغاية فترة السحور. المشروبات تتجنب كمان المشروبات السكريات، إنما الماء مهم جدا عشان تجنب الجفاف.